السلام عليكم خوتنا المشاهدين. كيف ما شفنا الزوج ديال سعاد مشى ليله عند سعاد باش يرجعها وباش يتفاهموا على عقد القران وباش يتفاهموا على نهار العرس او الليله او شنو باغين يديروا. مشى وصور لنا واحد الفيديو وقال بانه اليوم غادي يمشي عند سعاد باش يرجعها وباش رجع المياه المجاريها. نتمنوا غدا نتفاجئوا بيهم بزوج عند العدول باش يديروا العقد ديالهم. انا كنصح سعاد اول حاجه قبل النقافه قبل النقاشه قبل الماكله قبل العراضه هو ان الزوج دابا مشى عندك للدار غادي تشديه من يدو واقرب عدول سيروا عقدوا القران ديالكم. هذه هي اهم حاجه واحسن حاجه ديريها. كيف ما شفنا دابا بزاف ديال الناس ولاو كيتزوجوا بالعقد هو الاول وكيخليو العرس 6 شهور 5 شهور عاد كيديروا العرس. داكشي علاش نتمنىوك تفكري ذكيه قبل ما يبقاو ثاني يجيو مشاكل يجيو ضغوطات يقدروا يجيو مشاكل على الدار ما بغيتهاش هذه ما زويناش هذه ما كريتهاش هذه ما تقدروا ما تفاهموش في شي حوايج وتولي تقولي من الله يعاوننا ويعاونك واحد يمشي في طريق وهالشي هو اللي ما بغيناش فالخيب عليكم ما بغيناش نسمعوا بحال هاد الهضره. المهم دابا نتمنوا هاد الرجوع هذا يتم بخير وعلى خير. وكيف ما قلت الزوج راه مشى لعند سعاد الليله وفاش كان غادي صور لينا وخا داك الصبار كان عليه كاع ما يصوروا حيت هو يلا غادي قال لنا انا غادي نمشي عند سعاد اليوم غادي نردها. نتمنوا غدا نتفاجئوا بواحد الفيديو كيف ما قلت يكون مفرح بالنسبه لسعاد. تكون كتبات الكتاب ديالها اللي هو عقد الزواج وهذيك الحلوه والماكله وهذاك الشيء فكري فيه من بعد. اهم حاجه سيري ديري عقد القران ديالك وهذوك الكماليات كيجيو من بعد. راهم دابا كنشوفوا باقات غير شابات ما عندهم لا وليدات لا مشاكل لا ضريرات لا حتى شي حاجه واول حاجه كيفكروا فيها هو العقد كيمشيو يكتبوا وكيبقاو يحضروا على ما على تيساع. اما سعاد كتبان لينا باغا مسكينه تفرح براسها وباغا تنسى المشاكل وباغا تنسى الهموم وانا متاكده ديك العائله اللي مصاحبه معاها حتى هما غاديين يوقفوا معاها ويقدروا يفاجئوها بشي عرس خيالي حيت كيف ما شفنا دوك العائله تبارك الله سخيين وكيعطيو بدون مقابل غير سعاد فاش يلا تصاحبات معاهم حيت هما عشره قديمه غير فاش تعرفنا عليهم حنا شوفوا الخير دائما كيصب منهم. اول حاجه داروا ليها واحد عيد ميلادي عيد ميلاد اسطوري الهدايا اللي كيجيبوا ليها مره داروا ليها حفل النقش في الدار ديالهم وكبروا بها. البنت ديالهم اللي جات من فرنسا شرات ليها جوج براسليات القيمه ديالهم كتبلغ بحال هكاك شي مليون ونص عفوا شي مية ونص 140 ولا 160 هكاك. يعني هذيك الصداقه ديال هذيك العائله حتى هي غادي تساهم في هذا النجاح ديال الرجوع ديال سعاد. يقدروا يفاجئوها بشي عرس يفاجئوها بشي عماريه يفاجئوها بشي نقافات هما غير بلا عرس وكيفاجئوا سعاد دائما بالهدايا الفاخره. كنتمنوا لها السعاده لهاد السيده هذه والله يجمع شمالها مع وليداتها ونتمنوا الزوج ديالها يكون تحت قد الكلمه ديالو ويمشي يوفر لها السكن اللي واعدها به باش ما تبقى حتى مشاكل بيناتهم. وحنا ما علينا غير نقولوا الله يجمع الشمل وكالعاده دائما كيقولوا بغينا دعوات حنا كنتفرجوا وكندعيو معاكم اش بغيتوا حنا كنتفرجوا فيكم وكندعيو معاكم الله يوفقكم الخير ووفقنا حتى حنا الخير والله يجمعكم مع وليداتكم وتكونوا فرحانين وكاع الامه تكون سلم وسلام وحتى واحد ما يحقد على واحد وحتى لوبنا الله يسهل عليها حتى هي مع هاد العائله راه كيف ما كان الحال راه ولات فرد من هاد العائله. الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله. Thank you.